سيدي مع احمد المسيري. مساء الفل عليك يا احمد. برحب بك زميل عزيز ابراهيم عبد الجواد، وبرحب بكل مشاهدي قنوات اون تايم وكواليس ما قبل لقاء الغزل مع البنك الاهلي ضمن مباريات الجوله قبل الاخيره من بطوله الدوري العام. يمكن الفريقين النهارده بيخوضوا هذا اللقاء في ظل ظروف متشابهه نظرا لتازم موقفهما في جدول المسابقه المحله في المركز قبل الاخير برصيد 32 نقطه، بينما البنك الاهلي في المركز ال11 برصيد 35 نقطه. لو بدانا بفريق غزل المحله صاحب الارض واللي بيلعب هذه المباراه على ملعبه اليوم، يمكن توالت فيه الاحداث خلال الايام الماضيه بعد رحيل الكابتن رضا شحاته عقب الهزيمه الاخيره امام نادي الزمالك، وتولي الكابتن خالد عيد المهمه الفنيه. يمكن تدريبات غزل المحله شهدت دعم ومسانده غير مسبوقه من جماهير غزل المحله التي حضرت التدريبات الاخيره بكثافه لدعم ومسانده اللاعبين قبل مواجهه البنك الاهلي. يمكن ايضا الاحداث توالت بالامس باصابه الكابتن خالد عيد المدير الفني بوعكه صحيه، تم نقله على اسرار الى احدى المستشفيات القريبه لتلقي العلاج، وقاد التدريب الاخير بالامس على هذا الملعب واللي اقيم في السادسه من مساء امس الكابتن طارق غيده المدرب العام. يمكن رغم نصيحه الاطباء للكابتن خالد عيد بعدم مغادره المستشفى الا انه اصر على التواجد اليوم على دكه البدلاء لقياده الفريق فنيا في هذه المباراه. يمكن التقيت بالكابتن خالد عيد وقال لي يعني الامور مستقره نوعا ما، لكن ان شاء الله ربنا يقدرني واقدر اقود الفريق من على الدكه في مباراه اليوم، لكن وضح لي الحقيقه حاله الارهاق والتعب الشديد. يمكن زميلي ابراهيم عبد الجواد انضم الى قائمه الفريق في مباراه اليوم نجم منتخبنا الوطني للاولمبي تحت 23 سنه عبد الرحمن اجويرو، واللي انضم النهارده في تمام الساعه 11 صباحا وخرج من القائمه حازم مرسي. في المقابل فريق البنك الاهلي واللي ادى تدريبه الاخير على ملعبه بالامس في الثانيه 10 ظهرا، يمكن بابا فاسيليو اختار 20 لاعب للدخول في معسكر مغلق باحد الفنادق القريبه من مدينه المحله وتحديدا محافظه كفر الشيخ. يمكن ايضا انضم لقائمه الفريق النهارده واحد من نجوم منتخبنا الاولمبي اسامه فيصل اللي انضم على حساب فراس بن عايفه. يمكن بابا فاسيليو واللي سبق وتولى تدريب المحله بدايه الموسم الحالي حذر اللاعب من خطورة فريق غزل المحلة خاصة انه بيقدم كرة جميلة على ملعبه ووسط جماهير. ايضا جماهير غفيرة تؤازر فريق المحلة في لقاء اليوم بعدما نفذت التذاكر بالكامل. اخيرا يدير هذا اللقاء تحكيميا الحكم الدولي امين عمر، وهي المباراة ال14 لي في الدوري العام الاولى للمحلة، بينما المباراة الثانية للبنك الاهلي. درجة الحرارة هنا في استاد غزل المحلة تشير الى 31 درجة مئوية. يمكن دي كانت ابرز الاخبار والكواليس من استاد غزل المحلة قبل لقائه الهام والمرتقب مع البنك الاهلي، والان تعود الكلمة من استاد الغزل الى استاد مصر والزميل العزيز ابراهيم عبد الجواد.